الرحمن الرحيم. إن الإحياء الدائم لذكرى عيد الشهداء أمر ضروري ومهم، فبالرغم من أنه يمثل ذكرى حزينة ومؤلمة، إلا أنه يعتبر حافزاً إلى مزيد من العطاء وإلى مزيد من الاستمرار، ويدفع إلى السير على النهج الذي ضحى من أجله الشهداء، وأن أمة لا تحيي ذكرى شهدائها لهي أمة ميتة، هي أمة لا تستحق الحياة، لأنها لا تقدر من ضحى لأجلها ولا تعتبره قدوة لها. رحم الله شهداءنا الأبرار وجزاهم الله عنا خير الجزاء.